السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعليم التجربات المتقن العمريه. اليوم ان شاء الله غنقول لكم كيفاش رصنا هاد الزواقه هادي، هاد الرشيمه هادي ديال الورده. هادي رشمه كتجي رائعه جدا في الجلال وفي القويمجات ديال البنات. دا انا غادي نوريكم كيفاش خدمنا هاد الورده هادي. خدمناها بثلاثه ديال الديكراديات، وهاد الوريقات خدمناهم توما بجوج الالوان. دابا غتشوفوا الالوان باش خدمنا هادو. هادي خدمناها باللون غوز، وهاد جوج ديكراديات متقاربين. من بعد الوريقات خدمناهم بهاد اللون الخزي الغامق ودرنا هذا فاتح عليه. اذا كنتمنى ان شاء الله بان هذا الدرس هذا ينال الاعجاب ديالكم، وان هذه الرشمه تكون اختياري لهذا الرشمه ديال هذه الزواقه ينال الاعجاب ديالكم. اذا غادي نبدا ان شاء الله.